الآن نجي ننسق الواجهة الخاصة بالدرس. طبعا راح نجي ننزل الدرس الأول، ينزل بهذه الطريقة. طبعا بهذه المنطقة راح نضيف الأشكال الهندسية اللي تم نسخها سابقا. راح ننزل سطر بعد إلى الأسفل، وطبعا بهذه المنطقة نروح على إدراج صورة هذا الجهاز، وطبعا راح نختار هذه الزخرفة. الآن راح نضغط عليها كليك أيمن أو بشكل مباشر من تنسيق الصورة التفاف النص، نختار أمام النص. وطبعا هذه الزخرفة راح تكون بهذه المنطقة بمنتصف تقريبا النقاط الوردية. جيد، الآن راح نضيف مربع نص بهذه المنطقة، أو ممكن طبعا المؤشر الكتابة أو السطر يكون إلى محاذاة إلى اليمين. وطبعا هنا عندنا الدرس الأول، راح ناخذ من عندها كنترول اكس أو قص، وطبعا راح نضيفها هنا بهذا الشكل. راح نغير نوع الخط، نختار طبعا لايت، الجزيرة لايت، وراح يكون طبعا وردي. وطبعا ممكن نجري له سبيس بحيث يكون بمنتصف الزخرفة بهذه الطريقة. راح نحذف هاي النقطتين بهذا الشكل، وطبعا التجويد راح يكون بالأعلى، وننزل انتر. راح نكبر حجم هذه النصوص، ممكن طبعا يكون 16، ونختار فونت الجزيرة بولد. طبعا تعريفه وغاياته ممكن يكون فونت ريجولر بهذا الشكل، ممتاز. الآن راح نجي نحدد هذه الزخرفة نسخ، وطبعا راح ننزل إلى الأسفل ولصق راح نضيفها، ممكن طبعا تكون بالمنتصف بهذه الطريقة. جيد، الآن عندنا طبعا أهداف الدرس راح تكون بالمنتصف، وراح نعطيها طبعا فونت لايت، الجزيرة لايت، وطبعا لون وردي. طبعا ممكن هذه الزخرفة تكون بالمنتصف في هذا المكان، ممتاز. طبعا عندنا هنا ممكن طبعا يكون بولد هذا النص ولونه وردي، وهنا طبعا تكون بنفس هذه التنسيق اللي هو طبعا حجم 14. طبعا ممكن نغير خط لهذا النص، نختار خط أضواء السلف مثل ما تعلمنا، هذا هو الخط، ممتاز جدا بهذا الشكل. مثل ما نلاحظ طبعا أصبحت عندنا الواجهة بتنسيق جميل واحترافي بنفس الوقت.